موجز اقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 99 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و42 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 99 سنتا أيضا ليصل إلى 87 دولارا و82 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيض الإنتاج إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم. أكد خبراء اقتصاديون أن العجز الحاصل في موازنة العراق المالية هو نتاج ديون خارجية وداخلية مع ارتفاع النفقات التشغيلية أكثر من الاستثمارية. وأوضح الخبراء أنه مع زيادة أسعار النفط كان من المفترض تخصيص جزء من الأموال لسداد الديون وخفض تأثيرها من أجل دفع مستوى العجز لمعدلات أقل، مشيرا إلى أن تعيينات وبأعداد وصلت إلى عشرات الآلاف دون تخطيط حقيقي سيكون لها وبالا على الدولة. كشفت دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي عن انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان. وقالت دائرة الإحصاء والأبحاث إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان النقدي شهدت انخفاضاً، حيث وصلت نسبتها إلى 6.3% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 البالغة 7.2%، بينما في عام 2021 سجلت 8.8%، أما في عام 2020 فلقد بلغت 8.9%. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين خلال شهر شباط من عام 2024. وأوضحت الوزارة أن عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال شهر شباط بلغ 66,905 زائرين، مرتفعاً بنسبة 3.54% عن نفس الشهر من عام 2023 الذي بلغ 66,128 سائحاً، فيما انخفض بنسبة 4.28% عن عام 2022 الذي بلغ فيه عدد السياح العراقيين 72,824 سائحا. أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال أن اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحقق بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في شهر آذار الماضي. وارتفع المؤشر لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في شهر آذار، لكنه ظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين. وأضاف أن النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي شهد انخفاضاً حاداً خلال شهر آذار، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال وثقة المستثمر. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام المجلس، إلى اللقاء.